جديد. امبارح وزارة الهجرة أعلنت عن إدراج أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج ضمن الفئات اللي هتستفيد من وثيقة التأمين للعاملين بالخارج. أيضا الوزارة شغالة دلوقتي على إطلاق حملة ترويجية كبرى لهذه الوثيقة على منصات التواصل الاجتماعي. احنا معانا دلوقتي على التليفون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني لو نعرف من حضرتك تفاصيل ما تم في الاجتماع التشاوري أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية فندم. زي ما حضرتك عارفة، في الأول من يناير أطلقت وزارة الهجرة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج الخاصة بشحن الجثمين، وهو كان الطلب الملح من الجاليات المصرية في الخارج خاصة في منطقة الخليج، نظرا لارتفاع تكلفة شحن الجثمين في حالات الوفاة لا قدر الله، سواء حالات الوفاة الطبيعية أو نتيجة الحوادث في الخارج. والحقيقة أنه من أول ما أصدرنا هذه الوثيقة، ولابد أن أنا أشكر معالي وزير الداخلية وأيضا رئيس الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، كلنا استغلنا لإصدار هذه الوثيقة سواء من شرائها من مناسب الخروج من الجمهورية أو من خلال المنصة الإلكترونية اللي أطلقتها المجمعة التأمينية. من أول يناير لغاية النهاردة أكثر من 67 ألف مواطن اشتروا هذه الوثيقة، وده بيعكس اهتمام والاحتياج الحقيقة الشديد من هؤلاء المواطنين في الخارج لطبعا يعني هذا الاحتياج، أنه الدولة لأول مرة بتصدر لهم هذه الوثيقة لتلبية احتياجاتهم، والثقة أيضا فيما تقدمه الدولة من خدمات. الحقيقة بعد ما أطلقنا هذه الشهادة ولقينا من هذا الاحتياج والإقبال، كان عندنا أيضا الكثير من الطلبات الخاصة من شباب الدارسين في الخارج. وحضرتك عارفة أنه وزارة الهجرة أطلقت مركز وزارة الهجرة للحوار مع الدارسين في الخارج، برضو بيبقى فيه نوع من أنواع التواصل، فالكثير منهم طلبوا أن هم يشتروا هذه الوثيقة. وأيضا كان عندنا طلبات أخرى من أسر المواطنين اللي بيقولوا طيب أنا هشتري الوثيقة دي، وخاصة أن سعرها يعني مقبول جدا وهو 100 جنيه سنويا، فأنا كمان عايز أشتريها لزوجتي وأولادي. فامبارح الاجتماع التشاوري كان بتنقل فيه وزارة الهجرة لفريق العمل من الرقابة المالية ومن الاتحاد المصري للتأمين هذا الاحتياج، وفعلا تم التصديق على إضافة أسر المواطنين المصريين في الخارج من العاملين وأيضا من شباب الدارسين في الخارج. يعني معالي الوزيرة بصبح على حضرتك الأول، ويعني بهني حضرتك على هذه الخطوة اللي بتضاف لرصيد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. لكن عاوز أعرف بقى شروط الانضمام لهذه الوثيقة، وثيقة التأمين على المصريين في الخارج. هي ملهاش شروط قد ما هي بتصدر أو بيتم إصدارها أو شرائها مع تجديد تصريح العمل أو مع شرائه. يعني ما فيش عدد معين من الأبناء ممكن يتم إضافته؟ لا، ممكن طبعا، ما فيش شرط عدد الأبناء، كل ما هو عاوز يشتري لأسرته هو له الحق. وزي ما قلت لحضرتك، إحنا غير منافذ الخروج، إحنا عاملين منصة إلكترونية الحقيقة اللي عملتها تحديدا المجمعة الأمنية، وممكن أن يعني فريق وزارة الهجرة يعني يوصل لحضراتكم في برنامج صباح الخير يا مصر، لأنه طبعا منصة مهمة جدا للتواصل مع المصريين وأيضا في الخارج. هذا العنوان لهذه المنصة. المواطن في الخارج ممكن يدخل من هذه المنصة وبيتم شراء هذه الوثيقة زي ما ذكرت، 100 جنيه سنويا، وممكن دلوقتي بعد التصديق بعد الاجتماع التشاوري امبارح ان هو يضيف زوجته واولاده بدون شروط لاي عدد من الابناء. مردودها ايه يا معالي الوزير؟ يعني انا دفعت ال 100 جنيه، ايه المقابل اللي انا هاخده قدام ال 100 جنيه دي؟ لا قدر الله لو حصل حاله وفاه في الخارج، سواء حالات وفاه طبيعيه او وفاه انفر حادث، بيتم شحن الجثمان تماما بدون تكلفه من الاسره. وايضا مش بس شحن الجثمان، وده تكلفته على فكره عاليه جدا في شركات الطيران، في ايضا الجزء اللي قبل كده وهو تجهيز الجثمان.
احنا طلبات المصريين في الخارج كثيره جدا، خاصه صحيح. العاملين في منطقه الخليج او حتى في اوروبا، ولكن احنا ابتدينا ب يعني الخطوه الاولى في هذه الوثيقه هو الطلب الملح فيما يتعلق بشحن الجسامين. عشان كده هذه الوثيقة للتأمين على المصري في الخارج لتبدأ بتلبية أول احتياج وهو شحن الجسامين. معالي الوزيرة، زي ما حضرتك تحدثتي دلوقتي أنه طلبات المصريين في الخارج بالفعل كتيرة، ويمكن زادت طاقتهم كمان مؤخرا بعد كل الجهود الحقيقة اللي بتقوم بيها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. هل يا فندم نتوقع أن وثيقة التأمين هذه تشمل يعني نطاق أكبر من فكرة نقل الجثامين في الفترة القادمة؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بدينا بشحن الجثامين، إنما عندنا طلبات أخرى. على سبيل المثال التعويض عند الإصابة في العمل، عندنا أيضا التعويض عند الفصل التعسفي من العمل. عندنا الحقيقة طلبات كثيرة جدا، وهي يمكن بتهم شريحة العمالة المصرية في الخارج. في أولويات لدراسة هذه الطلبات يا فندم؟ طبعا، علشان كده احنا بدينا بشحن الجثامين، وحضرتك عارفة دلوقتي أثناء جائحة كورونا طبعاً. كان عندنا العديد من حالات الوفاة في الخارج وأيضا الحوادث أيضا في الخارج، فعشان كده احنا ابتدينا بما يصون كرامة المصري في الخارج فيما يتعلق بشحن جثمانه بدون يعني إذلال أو بدون صعوبات أو بدون تكاليف كمان كبيرة على أسرة المواطن. صحيح، ويمكن ده هو يعني العنوان الأبرز لوزارة الهجرة، أن كرامة المواطن المصري خط أحمر سواء كان في الخارج أو في الداخل. لكن عاوز أعرف من حضرتك، أنا كمواطن دفعت المية جنيه وأخذت وثيقة التأمين، لا قدر الله حصل عندي حالة وفاة، ايه الخطوة اللي بعملها علشان خاطر اقدر استفيد بهذا او بهذه الوثيقة؟ هل بتواصل مع القنصلية، مع السفارة، هل في خط ساخن، ولا باخد حقوقي ازاي؟ طيب، جزئين. اول جزء المنصة اللي ذكرتها، اللي هي المنصة اللي اطلقتها المجمعة التأمينية. نعم. هو بس مش شراء او شراء هذه الوثيقة، انما كمان بيبقى فيها الايميلات وارقام التليفونات على مدار 24 ساعة في اي مكان في انحاء العالم، او لما بيحصل حالات الوفاة. نعم. بيتم إرسال البريد الإلكتروني أو الحديث تليفونيا للإبلاغ بواقعة الوفاة. وعلى هذا الأساس بيتم على طول التواصل مع أسرة المواطن علشان يبدأ في شحن أو التحمل تكلفة الشحن. نعم. في جزء آخر، وهو لابد من إبلاغ بالتأكيد القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، لأنه هذا الجثمان مش هينزل بدون أوراق معتمدة. صحيح. من القنصلية المصرية، فلابد أيضا من إبلاغ القنصلية المصرية علشان ترجمة شهادة الوفاة، التصديق على شهادة الوفاة، كل الأوراق والمستندات الخاصة اللي بتتبعث مع الصندوق في أثناء شحن جثمان. فإذا لابد من خطوتين. الخطوة الأولى هو التواصل مع من خلال المنصة الإلكترونية للإبلاغ عن حالة الوفاة، والخطوة الثانية أو يمكن أقول في نفس المستوى أو في نفس الوقت هو إبلاغ القنصلية العامة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية. نعم. عشان تبتدي تاخد الإجراءات المتعلقة بالمستندات الخاصة بعودة الجثمان. طيب يا فندم، يمكن احنا في البدايه ذكرنا انه في حمله ترويجيه كبرى الحقيقه لتكثيف انتشار هذه الوثيقه بين اوساط المصريين العاملين في الخارج. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم اليات تعزيز انتشار هذه الوثيقه. بالتاكيد لابد من اعلام المواطنين. احنا عندنا معركه وعي، ويمكن الخدمات اللي بتقدمها الدوله او وزاره الهجره يمكن ما توصلش لكل الناس، خاصة إن إحنا بنلبي هذا الاحتياج. عشان كده اتفقت مع رئيس هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين إن إحنا هنقوم بحملة ترويجية لهذه الوثيقة، حتى لو إحنا يعني شفنا هذا النجاح وهذا الصدى الإيجابي يعني في خلال شهرين 67 ألف مواطن اشتراها، ولكن إحنا محتاجين أيضا نزود من توعية المواطن بهذه الخدمة المقدمة، لأن في ناس كتير ما بتعرفش أو في ناس كتير ما بيوصل لهاش هذه المعلومة. عشان كده محتاجين ان احنا ندي مجهود اكبر في توصيل هذه الحاجه او هذه الخدمه
المقدمة من الدولة، وكمان عشان نعلمهم مش بس ببيان أنه تم إضافة أسرة المواطن أو الدارسين في الخارج، محتاجين أيضا نعمل مجهود إضافي عشان نطلعهم على الإضافات اللي تم الاتفاق عليها امبارح، ودي بتكون موجودة طبعا بشكل مستمر يا فندم. طيب حضرتك قلتي أنه في 67 ألف مواطن اشتروا هذه الوثيقة، المستهدف التأمين على كم مواطن؟ احنا ما عندناش رقم محدد للمستهدفين، بس حضرتك عارفة على سبيل المثال ان احنا في المملكة العربية السعودية عندنا 2 مليون مواطن مصري، وده اكبر تجمع للمصريين العاملين في الخارج. صحيح. وعندنا طبعا الكويت، وعندنا الاردن، عندنا ايضا في اوروبا. فاذا احنا بندي الحاجه وكل الحقيقه لما بنشوف الاقبال، لان ده ايضا على فكره الاجتماع التشاوري مش بس علشان ان احنا نزود او نضيف شرائح اخرى على هذه الوثيقه، انما كمان بنقيم هذه التجربه عشان نقدر نعرف كم واحد قدر ان هو يشتريها، كم واحد استفاد منها، عشان نقدر ان احنا نأدي الخدمه بالطريقه اللي المواطن عاوزها. فالمستهدف طبعا احنا بنخاطب كل الشرائح، بنحاول ان احنا نبتدي بالشرائح اللي هي محتاجة فعليا، لانه هذه الوثيقة يمكن تكون طبعا في احتياج لها من ابنائنا في منطقة الخليج، على عكس الولايات المتحدة والامريكية وكندا اللي عندهم اوريدي تأمين. فيمكن الحاجة بتبقى ملحة اكتر لشرائح اشد احتياجا، ودي اللي احنا بنبتدي بيها. معالي الوزيرة، يعني أنا من حكم معرفتي بقى بحضرتك عارف أن حضرتك دايما بتسعي للتخفيف عن كاهل العمالة المصرية تحديدا في الخارج وتلبية طلباتهم، ليه ما يكونش في أبليكيشن، وإحنا بقى بنتكلم على التحول الرقمي ودور التكنولوجيا وتعزيز دورها، ليه ما يكونش في أبليكيشن؟ أبليكيشن ده عليه جميع الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج بما فيها هذه الوثيقة للتسهيل، وكونه يبقى موجود على الموبايل في حالة لا قدر الله في أي حالة أقدر اللي أنا أتواصل بشكل سريع معاكم. احنا بالفعل انه هذه المنصة موجودة ايضا على التليفونات المحمولة كتطبيق، والحقيقة انه انا مع حضرتك يا استاذ احمد في الفكر ده او التوجه ده، لان ده توجه الدولة بشكل عام، واحنا دلوقتي في يعني عهد السماوات المفتوحة، فإذا لابد من ان احنا كل الخدمات اللي بتقدم للمصريين في الخارج بتبقى يعني بتوجه الرقمي الجديد للدولة. صحيح. وعشان كده لما كنا بنتكلم عن شراء الوثيقة على سبيل المثال، وزارة الداخلية عاملة الحقيقة مجهود جبار فيما يتعلق بالخدمة المقدمة على المستوى الرقمي. فإذا تصريح العمل، وبرجع للوثيقة، تصريح العمل ممكن انه المواطن يجدده او يشتريه من خلال الموقع الإلكتروني، وبالتأكيد إضافة الوثيقة أيضا. فإذا إحنا بنجتهد فيما يتعلق بتوجه الدولة من خلال التحول الرقمي. أكيد. وزي ما قلت لحضرتك أيضا التحول الرقمي هاخده بقى في مبادرة أخرى وهي كلم عربي. نعم. عملنا أيضا هذا التطبيق على التليفونات المحمولة لأولادنا من المصريين في الخارج، لأنه دي أيضا خدمة بتقدم لتعلمهم اللغة العربية وتعريفهم بالثقافة. نعم. المصرية من خلال التحول الرقمي من خلال هذا التطبيق. سعادة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.